أخذ الله سودان مشاهدينا الكرام في هذه السانحة. نبارك العيد 68 للقوات المسلحة، وأسعد جدا أن أبارك أيضا بشكل شخصي لسعادة العميد عبد القادر الشيخ موسى. أهلا وسهلا وكل عام إن شاء الله وأنتم بخير والسودان في أمن وأمان. سعادتك. عليكم السلام ورحمة الله، وسعيدين جدا لدينا نكون ضيوف على FM بلو نايل من الأزرق، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفية وزير عليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بك سعادتك. بداية نتعرف على فعاليات أعياد القوات المسلحة. يمكن العيد 68 هو في سلسلة مستمرة نبعت فكرة العيد من تسلم أول قائد عام للقوات المسلحة جنرال أحمد محمد الجعلي من الجنرال سكونز مهام سودنة القوات المسلحة واستلام قيادة القوات المسلحة في 14 أغسطس 1954 أي قبل استغلال السودان بسنة وأربع شهور تقريبا. يمكن فعاليات العيد 68 هذا العام فيها عدد من الفعاليات المهمة جدا، بتبدأ قبل يوم 14 وتستمر بعد يوم 14 حتى 31 أغسطس إن شاء الله. كرنفال. نعم الكرنفال الأساسي إن شاء الله حيكون في شندي يوم 14 أغسطس، حيكون فيه عرض عسكري كبير جدا. العصر الناس حتنتقل لإستاد شندي، حيكون في مباراة بين أهل شندي وبين الفلاة عبرة. أهل شندي باعتباره ممثل في البطولات الأفريقية، والفلاة عبرة باعتباره صاعد للدوري الممتاز. حيكون في عدد من الفعاليات في المهرجان الرياضي، في عمليات تاعت إبرار مظلية حتى تتم داخل استاد شندي، في عمليات بتاعت أطباق طائرة، في مباراة في جر الحبل حتكون ممتعة جدا، بالإضافة لرقصات شعبية من عدد من الفرق الشعبية بالفنون، دي حتكون خارج الاستاد ان شاء الله في الساحات الشعبية في مدينة شندي ان شاء الله. اليوم الليلة الوطنية حتكون في مدينة شندي، حيكون فيها عدد برضو من الفعاليات، حيكون فيها تكريم لعدد من الرموز الوطنية ورموز القوات المسلحة من الدبعة 15. حيكون فيها عدد من الفعاليات الثقافية والفنية إن شاء الله، حيكون فيها مشاركات من عدد من الفنانين اللي شاركوا القوات المسلحة في عيد 68 إن شاء الله. ده طوالي بربطنا إنه الإعلام بيلعب دور كبير، عايزين نعرف دور الإعلام العسكري والرسالة الواضحة بالنسبة لهم. يمكن الإعلام العسكري هو صوت المؤسسة العسكرية، وبيلعب دور كبير جدا في التعريف بالمؤسسة العسكرية والتعريف بالأنشطة اللي تصاحب الفعاليات العسكرية. يمكن هو عليه دور كبير جدا، وواحدة من مهامه وأدواره بيقوم بها إنه بيخرج العمل العسكري في قالب مشوق وقالب مقبول بالنسبة للجمهور، لأنه دائما الفعاليات العسكرية غير أنها بترفع روح الجنود المعنوية، أيوة. برضو بتساهم كبير جدا في أنه الشعب يكون مطمئن أنه قواته المسلحة قوية وأمينة وحارسة وحامية لحدود هذا الوطن العربي. ده معناه ناخدها برضو بين إطار أو في إطار أو بين قوسين التاريخ الكبير والطويل لمسيرة الإعلام العسكري منذ التأسيس ساعتك. نعم التاريخ يمكن الأسس لعملية التاريخ العسكري أو الإعلام العسكري في القوات المسلحة سيادة اللواء الركن المرحوم والموسيقار الشاعر عوض أحمد خليفة. يمكن هو أول زول أسس فرع التوجيه المعنوي، ومن هنا نحن بنحيي أسرته ونترحم عليه بقدر ما قدم لهذا الوطن. هو المؤسس لجريدة القوات المسلحة، أول زول أسس جريدة القوات المسلحة، وكان الإعلام العسكري في بداياته بيهتم
برفع الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة. الآن مع التقنيات الحديثة ومع الانفتاح الرقمي الحاصل في العالم بقى له دور أكبر في أنه يعني يرفع الروح المعنوية لعامة الشعب ويرفع الروح المعنوية للأفراد المرابطين والحارسين في الصغور وفي حدود البلاد المختلفة. نعم، دلالة الاحتفال في الفرقة الثالثة مشاة سعادة العميد. نعم، يمكن الاحتفال بتاع العيد السنة دي في الفرقة الثالثة، وده تساؤل يعني يمكن في أسهل كثير من الناس، ليه الفرقة الثالثة وليه شندي؟ يمكن العيد كان هو قبل 3 سنة قبل الثورة بتاعت ديسمبر دائما بيكون في وحدة من الوحدات العسكرية. يعني العيد لما يكون في وحدة بيدي فرصة لغادة الوحدات دي إنها تعمل منشآت يعني بتطور الوحدة. لما العيد يكون في وحدة عسكرية أو في فرقة من الفرق بيساعد في تطوير الوحدة، بتكون في منشآت حيفتتحوها، بتكون في يعني رفع للروح المعنوية لأفراد الفرقة، بيدوهم فيها يعني أوسمة وأنواط للوحدة اللي بيكون حسب الإنجاز اللي بتنجزه من خلال العيد. يمكن دي الدلالة بتاعت العيد إنه يكون في الفرقة الثالثة، والسنة القادمة إن شاء الله حيختاروا وحدة من الوحدات أو فرقة من الفرق ويعلن عنها مبكرا عشان يكون في عدد من الإنجازات اللي تحسب للفرقة في أعياد القوات المسلحة. نعم، رغم أنه الحوار يعني في وقت قصير لكن عنده فعالية قوية جدا، في كلمة أخيرة للشعب السوداني. طيب، نحن بنحيي الشعب السوداني كله ونبارك لهم عيد القوات المسلحة، ونقول لهم قواتكم المسلحة بخير وقوية وأمينة وحارسة لتراب هذا الوطن. يمكن دي دلالات شعار القوات المسلحة: الوطن في حمانا وشعبنا حاد المسير. الوطن في حمانا وشعبنا حاد المسير، توجه السيد القائد العام وإعلان انسحاب القوات المسلحة من المشهد السياسي وترك المجال للشعب هو اللي يقود مسيرة البناء والتطوير ومسيرة البلاد، جاء من خلالها هذا الشعار: الوطن في حمانا، نحن السياج الذي نحمي الوطن، وبعد ذلك شعبنا يتقدم ليقول كلمته في من يقود مسيرته إن شاء الله. نعم، إن شاء الله. نحن التحية لهم والتحية لجنودنا المرابطين في كل الصغور وفي كل الحدود المترامية الأطراف في السودان، وبنقول لهم كل عام وأنتم بخير وأقعد عافية. إن شاء الله. أنا برضو أجدد التهاني والتبريكات بمناسبة العيد 68 للقوات المسلحة. شكرا جزيلا في شخصك الكريم سعادة العميد عبد القادر الشيخ موسى. شكرا. شاكر ومقدس. شكرا جزيلا. شكرا. كنوا معنا مشاهدينا.